تمام، احنا طلعنا بتو فيزز جداد، سواء في جورا او سواء في العاصمه الاداريه في جينيسيس. قدرت اللي احنا في المساحه بتاعت جورا بنبتدي فيها من اول 40 متر، بتوصل معايا لحد ال 270 متر في الدوبلكسز. ده في جورا، ده بالظبط، ده في جورا الجلاله. قدر ان الاسعار تكون بتبتدي عندي من اول 1,350,000. طبعا كلنا كنا مفتقدين ان احنا نكون عندنا استوديو صغير او وان بيدروم فيرست رو على البحر. لا، انا النهارده عندي استوديوز 40 متر طبعا مفروشه بالكامل على البحر دايركت، غرفه نوم بليفنج بحمام يعني بتراس. السعر اللي احنا بنقوله ده للاستوديو الصغير ده مفروش بالظبط. بالظبط مفروش بالكامل، هي سيرفيس ابارتمنت. فطبعا دي كانت حاجه برضو بالنسبه للسوق عامه. انا تقريبا مفيش ليا يكون اقدر اقول مثلا منافس مثلا بيقدم نفس البرودكت بتاعي بنفس طريقتي بنفس الفكره اللي احنا قدرنا ان احنا كل بننفذه داخل يعني الشركه عندنا في نيوجيرسي. فطبعا ده بالنسبه لجورا طبعا مميزات قويه جدا بالنسبه طبعاً. للمساحات طبعاً. الجديده اللي طلعت برضو. طيب عايز اسال حضرتك عن نسبه الانشاءات في المشروعات المختلفه لنيوجيرسي. طيب انا حابه ابدا بطبعا اولى مشاريعنا في العاصمه الاداريه اللي هو الكومباوند السكني باسم جرين افينيو. ده متواجد معي في منطقه الار 7 وماخدين قطعه ارض كتير مميزه اللي هي اول قطعه ارض على الممشى السياحي على ثلاث محاور رئيسيه من ضمنها البرومونادا او الاداء الترافيك الاعلى، وبرضه كمان بجانب جامعه راح تكون انترناشونال. طبعا احنا كتير فخورين انه نسبه الانشاءات هلا عدت ال 80%. احنا بعدنا مكملين، وطبعا في عندي انا كذا بناية بدأنا فيها تشطيب اللي هي الواجهات الخارجية. هلأ العميل بيقدر يدخل على الشقة بتقسيمتها بيقدر يشوفها ويحدد المناسب لإله ببداية مساحات من 135 متر لغاية دوبلكسات 328 متر، لحتى يعني مشاهدينا الكرام لو حب أي حد أنه يتعرف أكثر على التفاصيل. ومن ناحية كمان الأسعار، في أسعار منافسة هلأ إحنا شغالين عليها، والاستلام يعتبر قريب. إحنا دائما العميل يعني شوية بيحاول أنه يدور على مواصفات من ناحية التسليم، يعني من ناحية الاستلامات الشركة. إمتى مثلا الاستلام؟ أنا عندي جرين أفينيو بعد سنتين. بعد سنتين بس أنا في عندي كذا تقسيم أو كذا بناية بيقدر العميل السنة هاي أنه يستلمها، لكن كومباوند كامل الفاسيلتيز بالستريب مول الخاص اللي هو سول بلازا بتاع الكومباوند ده كله حيتسلم كله مع بعض بفتره اللي هو خلال السنتين. يعني السنتين حاجه بتتكلمي على المشروع بالكامل. مش ان انا استلم الشقه بتاعتي بالزبط. الواحده ممكن استلمها السنه دي في حاجات جاهزه. نعم مظبوط صح كده. طب ناخد بقيه المشروعات. طيب ننتقل لمشروعنا الثاني اللي هو في مدينة الجلالة. طبعا احنا طالعين بإنشاءات تعدت 40%، في كذا بيلدينج معاي مبني بيقدر برضو العميل يدخل على اليونت يشوفها تقسيمات، خصوصا الفيرست رو زي 110 عندي تقسيمات برضو حلو 100. فاحنا طبعا مكملين بموضوع الإنشاءات في جورة. ننتقل للمشروع الثالث اللي هو جينيسيس تاور في منطقة الداون تاون في العاصمة الإدارية. نحن طبعا بدأنا بالحفر، وهو بس جينيسيس شوي لأنه إحنا أصلا يعني بادئين فيه مش يعني أقل من 6 شهور، فهو هيحتاج شوية وقت تقريبا 4 سنوات. لكن كمشاريع اللي هي الأقرب جرين أفينيو وجورة الجلالة. جورة إحنا منسلم بعد 3 سنين، وده يعني ملخص التسليمات.